صفوة يعيش معنا مسلم والنهاردة يتدفن يتصلى عليه في كنيسة. فطبعا احنا الواحد كان صغير يعني ما كانش يستشعر هذه الأشياء، خلي بالك. لكن ابتدت رحلة البحث بعد ما والدي توفى، كان سيب لي المصحف. فضولي بقى خلاني لازم أقرأ ايه المصحف ده، كل شوية امسك المصحف واقعد أقرأ. كنت بقرأ المصحف وانا مش فاهم اي حاجة، مش قادر لا افهم معانيه ولا عارف أقرأ صح، كل حاجة غلط. فطبعا واحدة واحدة ابتديت اجيب كتيبات صغيرة عن الصلاة وعن الوضوء وعن الكلام ده كله. فمسكت حد من قرايبي فبقول له طب المصحف ليه ما يكونش كلام الله؟ قال لا، المصحف ده لمجرد كلام بتاع شخص كان بيقعد في الجبل بيقول شوية أشعار ويحطهم في معلش، كتاب. انا عايزك تنقل للمجتمع المصري الان ما يقال للاطفال صراحه. معلش انا مش عايزك تجمل الكلام، عايزك الكلام اللي انت سمعته فعلا تقوله لي. كانوا بيقولوا ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقولوا ايه عن القران؟ يعني ما يقال لاطفال المسيحيين الان. القرآن ده نوع من أنواع السحر عمله محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاه والسلام. أو اتعلمه من راهب اسمه بحيرة، وتعلمه وشوية شعر وحطهم لنا ومنحول من الكتاب المقدس. نقلين منه اجزاء نجيل. كده. تاني حاجة، الصورة اللي احنا عرفناها عن سيدنا النبي، خد السلام. بالك إن هو شكله أسود، رجل حروب، رجل مزواج، رجل مصلحته الشخصية فوق أي حاجة تانية في الدنيا، الكلام ده بيعلموه للشباب قتل، الصغير. قتل وذبح. هو كده كده خلاص. اللي خلى الاعلام النهارده بيتكلم على الاسلاميين وعلى الاخوان وبيحارب الدنيا كلها، عايز انت الصوره توصل للشخص المسيح ازاي؟ لازم توصل الصوره سيئه بمنتهى المقاييس. القران ده لمجرد كلمه قران هم حاسين انه سيوف وحرب وقتل. كنت بتقول لي ان كانوا بيخوفوا الاطفال الصغار ده بلفظ محمد. انا اعرف حد معين كان عشان يخوف ابنه صغير، كانت واحده بتقول له، كان بيطلع بره على العتبه بيوقف حافيان، فكانت بتصرخ يقف وتقول له حافيا، يقف حافي يعني. حافي، فبيقول له ادخل لجوه بدل ما اجيب لك محمد، او بدل ما محمد يطلع لك. يا سبحان الله، يعني ده ف بدل العفريت اللي احنا بنقوله لاولادنا يعني. مثلا فطبعا الطفل يفضل طول عمره شايف صوره صلى محمد الله ده عليه عليه وسلم. السلام ان حاجه مرعبه، حاجه مخيفه. اضافه بقى للكنيسه اللي هي مشوهه صوره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش شخص منصف قدر يتكلم على سيدنا النبي ويقول الفضيله اللي هو عملها او الفضائل اللي هو عملها، طب المجتمع اللي غيره. في ظل هذا الزخم من الأكاذيب، كيف وصلت الحقيقة إلى قلبك؟ نعم، بالتدريج انا بقيت مع القرآن، اقرأ واسيبه، اقرأ واسيبه. المهم جت فترة كده بكلم واحد قريب بقول له القرآن ده ممكن يكون كلام الله؟ قال لا، ده كلام كذا كذا كذا، كلام الله لو عايز تعرفه هنا في الكتاب المقدس. انت معاك الكتاب المقدس الآن؟ معايا كده. ما بسيبهوش خالص. تمام، ليه ما بتسيبوش؟ لان بدرس فيه، لان الكتاب ده وصلني للقرآن، سبحان الكتاب الله، ده وصلني الكتاب للإسلام. المقدس نعم هو الذي أوصلك للقرآن. نعم لا تقول لنا القصة. بس تكون شخص منصف. يعني اللي يعني لو شخص مشكلتنا منصف يقرأ القرآن، يقرأ في الكتاب المقدس أو في الإنجيل، نعم سيصل حتما إلى هيصل الإسلام. هيعرف قد ايه الانجيل اصابه التحريف والتبديل والتزييف، هيوصل لكل حاجه. لا انا اقعد اسمعك بقى تقول لي كيف وصلت الى الاسلام عن طريق الانجيل. انا هسمع بس. عن طريق الانجيل اول حاجه، انا المعبود اللي هو الله، تمام، الله ده هو النقطه الفاصله بين اي حد، احنا العباده مش الكتاب او الكلام ده كله. وانا من زمان ببحث عن الله، يعني نفسي استمتع بالعباده. كنت بصلي في الكنائس عادي والامور كانت في الكنيسة الارثوذكس، بعدين حولت بجيت في الانجيليه والكلام ده كله. بس حسيت ان في حاجه غريبه، الكتاب المقدس لما قريت عن صفات الله افجعتني. يعني ماذا وجدت في الكتاب المقدس عن صفات الله تبارك وتعالى؟ صفات الله، يعني مثلا انا عملت بعض الاشياء كده دلوقتي اللي انا ممكن النقاط اللي انا اتكلم فيها. يعني هنا مثلا الكتاب المقدس مثلا في سفر رؤيا يوحنا، يوحنا سفر اللاهوت، رؤيا حنا، عشان اللي عايز يتابع يا جماعة، رؤيا حنا. ها رؤيا يوحنا 17 14 بيقول لك ان الله خروف، لا حول ولا قوة الا بالله، تطاول على الذات الإلهية سبحانه وتعالى عما يقول بكل علوا كبيرا. الشتائم، وما فيش مفكر ولا فيش منصف، فيش واحد قادر يفكر. يعني انا عايزك تاخدها بانصاف كده، هل يجوز ان يكون الله خروف؟ بيقول لك وهؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لانه رب الارباب وملك الملوك. ما اكتفوش بان الله خروف بس، الحته اللي جايه دي صعبه جدا والله، فعلا فعلا انا بحزن.
بيقول لك في سفر أعمال الرسل بيقول لك إن الرب دودة، بيقول لك أما أنا محتقر أما أنا فدودة ومحتقر عند الشعب. الأفظع من كده هوشع 13 4 8، يوشع 13 هوشع 14 هوشع 3 8 بيقول لك إن الرب أسد والرب دبة، استغفر الله العظيم، والرب لبوة، استغفر الله العظيم يا رب سامحنا يا رب. وإن الرب إيه تاني كمان، وإن الرب نمر. الكلام ده أنا اتحسب عليه يعني، الكلام ده مكتوب، الكلام ده مكتوب في الكتاب يعني، بنفس السفر بنفس العدد. فأنا لما أسمع إن ربنا اتجمعت فيه صفات الحيوانات لازم أفكر، لازم أدور، لازم أبحث. طب يعني هل أنت وحدك الذي قرأت هذه الصفات أم أن جموع الكنيسة يقرؤون هذا الكلام؟ يعني أين العقل؟ أين ما يتهمون به التيارات الإسلامية بأنهم يعني يسيرون كيف قادتهم أينما يقولون؟ يعني سبحان الله. يعني أقول لك حاجة، هو في الكنيسة في نصوص كتيرة جدا. أنا والله كلمت قساوسة، لما بكلم قس أو بكلم يعني شخص حضرتك معين جادلت القساوسة في هذه الأمور؟ كتير. طب ماذا قالوا لك؟ لا والله هم بيقول لي الكتاب في الأصل في اللغة العبرية الكلام ده مش صح، يعني الكلام مختلف عن كده. يعني هو يعترف بخطأ هذا الكتاب؟ سبحان الله. طب يا إما يعترف بالتحريف، يا إما يعترف بأن احنا بنطعن الذات الإلهية بالسب والشتم، او ان احنا نصف الى الله صفات الايه، يعني صفات لما كنت الحيوانات. بتزنق، عفوا، تزنق كاهن أو قس في سؤال من الأسئلة، كان بيعمل معاك إيه؟ لا ما بيعملش حاجه. بص هو لازم يخترق، لازم يقول لك العلبه فيها فيل، والكلام ده انا قلت في مقاله قبل كده. يعني مثلا الايه بتبقى بتتكلم في سياق معين وانت تحاول تحولها لي، واخد لي بالك، لحاجه تانية خالص، يقول لك لا ده حاجه رمزيه، ده المقصود بها مش عارف ايه، وابتدي يخترع بقى ويالف في حاجات كتير، لدرجه ان انا قعدت مع قسيس فبقول له انا المسيحيه كلها بتلغي العقل، يقول لك اما على فهمك لا تعتمد، ما تعتمدش على عقلك خالص، واخد لي بالك. فانا قلت له انا بشك من النقطه دي، فضلت اشكيله اشكيله، واخر الحديث معاه اكتشفت ان هو صاحب الفيل ده. طلع ازاي وسبحان الله يعني؟ طلع ان هو التاني بيقول لا ما تفكرش، هو بيقول لك احنا ما تفكرش ما اصلا. تفكرش، بيقول لي بص خليك مع الكتاب المقدس، وانت مش لازم تمسك في الحاجات دي وتقف عليها. قلت له الحاجات دي مش حاجات بسيطة، انا عندي، قلت له، الاف الموضوعات زي كده. بيقول لي احنا ليه نيجي عند مسألة الصلب والفداء ونتكلم ونشرح بالتفصيل الرب يسوع اتألم واتحط في ايد المسمار وقال اي وتعذب واتحط على اكليل الشوك. قلت له اشرح لي النصوص التانية، الكتاب كله احنا واخدين الكتاب كله جملة، ما تختارليش انت نصوص معينة. فالمهم طبعا اسرد لك باقي الرب ايه عشان ما نكتفيش بكده بس، يقول لك الرب بديول، لا حول استغفر ولا الله قوة العظيم، إلا بالله. بذيول. دي في اشعياء 6:1 يقول لك رأيت السيد جالسا على كرسي عالي ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل. مصورين لنا تنين مش إله، أقسم بالله. تاني حاجة الرب حمامة، دي في متى 3:16. الرب سكير. بص أنا عارف إن الكلام ده غلط طب والواحد لا يعني يجوز، جزاك الله استغفر الله. خيرا، لكن فعلا الموضوع صعب جدا. يعني هذا داخل كتاب يدعون أنه مقدس. نعم. طيب تعالى عما يقولون علوا كبيرا. طيب نعم. أنا برضو كنت عايز أسألك سؤال، بما إن أنا الحقيقة أنا لم ألجأ أبدا إلى أحد هذه الكتبين، عمري ما فتحت كتاب، لا إنجيل ولا توراة ولا تورا ولا حاجة خالص، يعني ما تمام. حاولتش بفضل الله عز وجل. يعني يكفينا القرآن يعني. لكن بما انك يا عبد الرحمن كنت على المسيحيه، انا كنت قرات الاسبينوزا وهو متحرر يهودي، يعني واعتقد انه يعني صادق في كلامي هذا، انه كان يقول في احد كتبه: وانصح الكتاب والمفكرين في الغرب بوجوب ابعاد الكتاب المقدس، ولا سيما العهد القديم. يعني كما هو بقصده الجديد والقديم، لكن بيقول بقى خاصه القديم، العهد المقدس، كتاب العهد القديم، لأنه يحتوي على قصص داعرة وألفاظ خادشة للحياء. هل نعم الكلام ده موجود في الكتاب المقدس؟ نعم الكتاب مليء والواحد مش أنا عايز. كنت أسمع عن نشيد الإنشاد، أعتقد ده حدود اعتقادي يعني، أو معرفتي، أو أسمع عنه يعني. والله نشيد الإنشاد ده يعني دي قضية يعني عارفينها المسلمين والمسيحيين وخلاص بقى، يعني بيقول نشيد لك الإنشاد نشيد. كده هو محترم بالنسبة للي هتقوله يعني، ولا؟ لا نشيد الإنشاد ده حاجة سهلة جدا، حاجة سهلة؟ بسيطة جدا، ده انا ما لأن قدرتش، انا على النت كتبت نشيد الانشاد فطلع لي كلام، فالحقيقه ما قدرتش، كنت ده بقراه وانا كلام. مستخبي، يعني انا بقراه وانا مستخبي، مش قادر، خفت حد يشوفني يفتكر يظن بيه سوء يعني. على رغم الفحش والقذارة اللي موجودة في سفر نشيد الإنشاد ووصف المرأة الفاحش، إلى إن في نصوص في الكتاب المقدس فعلا فعلا الواحد ما يقدرش يغبر على هذه الحلقة ويقولها.